انا بدي منك زفت بلبنان خلصنا بقى. انا بدي منك هالكوع كله غازون. اف ما فهمت عليك. ما فهمت علي. انت تفهم علي بدك تقطع الحلقه. يلا والله يخليك. انت من وفي بس اقول الرصيف من الرصيف لهون كم متر؟ يلا انت رقم العقار حافظه انت هون عندك؟ لا بس اذا مضطر اجيب لك لا ما لنا مشكله. صوروا شوي من فوق من العتبه من العتبه من العتبه من العتبه من العتبه من العتبه يا فيني اتركها هون؟ حطها هون حطها حبيبنا. سؤال. ايه معك. ايه نحن جايين من شركة احمد حجازي. شركة الحجازي كل شيء. هلا هلا بخط. كيف الشغل اول شيء؟ نشكر الله. الحمد لله. خلصنا زفت. في زفت بعد؟ ما في زفت بالطريق. جوار 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 جوار. كله زفت بزفت، ليش الحال؟ كل الحياة زفت إذا بدك. كاسبيك كلها بدها تصير جازون. عامل جازون هذا المؤسسة مد الجازون من أول كاسليك لآخره. جيب لي 416 تبع السيارات. يلا مقبوضة مقبوضة بس نحن هاي للسيارات. ايه للسيارات حبيبي. نحن عم نمد من أول كاسليك لآخره جازون. اوكي 3 كيلومتر و800 متر مربع يعني بيطلع عليك هن كل واحد 890 دولار. انت بيطلع عليك 1400 لان انت مستلم الطريق الروحة والرجعة. بدنا نبلش الخميس نحن. ايه بس انا هذا ما بيهمني ما بيلزمني هذا. شو شو ما بيلزمك؟ عم مد لك قدام محل جازون من هون للاخر. ما بتسمع جورة ما تحس ما تحس وما بيهمني. تخيل كل السيارات توصلني على الجازون. جازون بس منو لازم لي عم بتقول لي 1500 دولار ادفع 800 هلا بس نخلص. مش عم نطلعهم نحن شوي شوي بيمشي الحال. بس بتمد جازون بضلوا بست شهور. كل ما نعمل صيانه بنيجي صوبك. هلا مطلوب منك 810 دولار اذا ماني غلطان. جيب لك تبع تشوطه. جيب لك تشوطه. تبع تشوطه. خلوا بالكم لا تجيب وتاخذ خي شغله منا لازم لنا ومنا وقتها ومنا. ما فهمت عليك شو عم تحكي. بنقدر نسوى عم شوف. يا خي لحظه صغيره عم نمد جازون من اول كاستيك لاخره. ليك هالنوعيه ليك هيك لا جوار ولا زفت ولا شيء. طالع عليك هالمبلغ بدك تدفعه نصفه. وانت عم تحكي عن جد؟ ايه نعم عم بحكي عن جد. شو بنمزح شو؟ انا منا لازمت لي هالقصه. بناء على شو؟ بناء على شو؟ عم مد لك جازون يا حبيبي من اول كاسيك لاخر. يا مد اللي بدك اياه بس اما بدك تيجي تقول لي بدك تمد لي وتشيل لي وتحكي لي. يجوا السيارات لعندك الجازون كله جايين مش عم تحكي كل شركه عم تقدم كادو. كل شركه عم تقدم كادو. تفضل هاي كادو ما بنقبل كادو من الشركة. يا خي مش الحال الكادو. انا ما عم بسمعك انا فوق. اوكي حتحطهم فوق راسي. لا بس انه ما بنقبل هاي كادو لك. يا خي طيب شو باكله؟ بدك تطول بالك شوي وتفوق نتفه صغيره انه عم تسوق. عم تسوق بس ما عم بسمعك. اذا وصل اذا وصل لك شو باكل؟ ما شفني شيء. روق علي شوي. شو باكلوا مع بعض؟ انا ما شبني شيء. هن بيزعلوا والله بيزعلوا. يا خي يزعل اللي بده يزعل. طول بالك. انا ما بقبل هيك. انا ما بقبل لك. انا ما بقبل نفسه كبير. هو شوف هاي مش شركة. نحن ما انا وقف الدنيا. لحظة لحظة يا خي شو باك؟ طول بالك علي شوي. انت اللي شو باك؟ روق نتفة صغيرة شو باك؟ انت ما تقبل يا فارس. وين جايين فارس؟ وين يا خي؟ روق يا حبيبي. هيدي نوعية مهمة. وهذه من المؤسسه لك. انا عم بقول لك هذا بيزعلوا. يلا هي والله والله ما بتنفع. والله ما بتنفع. روقوا علينا شوي. انا عم بقول لك هذا شو بياكلوا؟ وضعكم انتم انتم جايين طبيعي لهون يا اخي. عم نمد الدنيا. مش عم بفهم عليك شيء ولا عم بفهم بشيء يا خي. عم نمد من اول كاسليك على اخرها جازون يا خي. مد اللي بدك اياه بس طالع عليك. طلع من راسي خي. طالع 810 دولار طالع عليك يا خي. وهي تقدم من ما بتقدم لي ولا عليك. طلع من راسي. شو مفيقين لكم نحن؟ شو بكم؟ ليك باخذ الهديه. انا هيدي باخذ الهديه. خي خذ اللي بدك اياه وفل وتطلعوا من راسي. معقوله؟ شو بكم؟ شو بكم؟ ما تسمح لي يا خي. ما تسمح لحدا. طول بالك الزلمه يعني يا عمي. هيدي طبيب وزاره الصحيه. ما بلشنا فيك اول محل انت بعد ما خي. لا خليني للاخر. اول محل واخر محل. لو بلشتوا بحدا غيري حتوصلوا لعندي. رد الذهبيات ما بدها. لا خلص هي شو بدي اقول لك انت وصلت على كلامك.
مع التليفون ونحن نوعيك تعيش وتاكل غيره تعيش وتاكل غيره ضرب وطالع فيه. عمد كيفك؟ كله تمام؟ الحمد لله. كيفك؟ بدنا نعرف انت شو عندك تحديدا؟ نحن شركة حجازة العالمية تجهيز ملاعب مسقط عمان لبنان و22 دولة أفريقية، نمتاز بالعشب الصناعي الأوروبي، لاندسكيب والتجهيز الملاعب سبورتس فاسيليتيز. إذا هذا بتواصل معك شو بيعمل؟ 03 65 97 21، هذا رقمنا.